موزيس اوركو مع احمد ميدا، خالد غرسلاوي، لمجد عامر، سيف الدين الجزيري، ايزاكا ابودو، دخول خميس معواني. قلنا تنشوفوا شكون اللاعب اللي خرج وخلاله مكانه. مستقبل جابس عبد القادر شويه كحارس مرمى، في راس هو زياد تشاوش، على الدين المسلمي، عبد العزيز علي القشي، محمد جمعه خليج، مروان السعيدي، مراد الهبلي، خليل عبد الله مولاي، سيف الدين الجربي، وزهير عطيه. والتحيه مجددا لكل متابعي القناه الوطنيه الثانيه لاحباء الفريقين، الملعب الجبسي ومستقبل جبس اللي قاعدين يتابعوا فينا من خلال القناه الوطنيه الثانيه. التعادل دون اهداف في الدربي رقم 9 بين الملعب الجبسي ومستقبل جبس الى حد الان، في انتظار 45 دقيقه اخرى خاصه بهذا اللقاء. يدير المباراة الحكم محرز الملكي من رابطة تونس، أيمن إسماعيل كحكم مساعد أول، أمين بركلة كحكم مساعد ثاني، الحكم الرابع محمد الفني. شوفوا الحكم محرز الملكي يتجه نحو المرمى أو شباك ملعب الجبسي للتفقد. الشباك نعرفوا هذه من الأشياء اللي حتمية ووجب مراقبتها قبل انطلاق المباراة أو حتى قبل انطلاق الشوط الثاني وفي أي وقت من أوقات المباراة، نقطة مهمة جدا في اللقاء. أمامكم إيزاكا أبودو إلى جانب زهير عطية من مستقبل جابس. أبودو أتيحت له فرصة كبيرة في الشوط الأول ضيعها كما أتيحت فرص للمستقبل جابسي، وكان لهم في بعض الأحيان سامي هلال بالمرصاد وفسخ أهداف. لطفي السليمي يدرب مستقبل جابس أمامكم على الصورة، ووليد الشتاوي هو مدرب الملعب الجبسي. الملعب الجبسي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ومستقبل جابس في المركز 13 برصيد 3 نقاط. غياب اسكندر العقربي على تشكيلة مستقبل جابس، وعلي القلعي من جانب الملعب الجبسي. أمامكم الحكم المساعد الأول أيمن إسماعيل يراقب صحبة حكم المباراة في تعديل شباك مرمى الملعب الجبسي قبل انطلاق الشوط الثاني اللي قلنا صار فيه تغيير وحيد. خميس المعواني عوض منا تنعرفوا مع بداية الشوط الثاني، لأن التغيير قام في الجهة المقابلة يعني من جهة حجرات الملابس. نجم نقولوا شوط اول متكافئ كان بين الفريقين، متعادل من ناحيه الفرص وحتى من ناحيه يعني السيطره على في اللعب. اتيحت عديد الفرص للفريقين لكن لم يتم استغلالها كما يجب، لا من هجوم الملعب الجبسي ولا من هجوم المستقبل جابس. ما زالت التعديلات متواصلة أو انتهت في الحين بوجود المنسق العام محمد العربي الدبابي إلى جانب مرمى الملعب الجبسي للحكم محرز المالكي، وأكيد باش يعطي انطلاق الشوط الثاني من دربي جابس رقم 9 بين الجليزة وستيدا. التعادل مشاهدينا على الوطنية الثانية، أحباء الفريقين ولكم التحية مجددا من الملعب الأولمبي بجابس. التعادل دون أهداف متواصل إلى حد الآن في هذه المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني. ينطلق الشوط الثاني مراد الهذلي، كرة في العمق لكن فما تغطية في مناسبة أولى من جانب الملعب الجبسي عن طريق مراد زاهو، تتعدى الكرة ما زالت تسارح الملعب الجبسي. لمجد عامر التوزيع، يخرج الحارس عبد القادر شوية، فرصة خطيرة كانت لصالح الملعب الجبسي وخروج حارس المستقبل. شو يقول حكم محرز الملكي؟ أكيد فما مخالفة، هاي إعادة. شوفوا التحذير كان جيد في اتجاه سيف الدين الجزيري، التوزيع باليسار والخروج، خروج الحارس قدام إيزاكا أبودو الغاني. إن شاء الله لاباس للحارس عبد القادر شوية. الدقيقة على انطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء. التعادل متواصل كما تركناه في النصف الأول من المباراة، وفي الأثناء إعادة لتوزيعة سيف الدين الجزيري. شوفوا كيفاش بعد
على المدافع عبد العزيز علي القشي، وزع وخروج الحارس عبد القادر شويه قدام ايزاك ابودو. فكره عن مشجعي او جانب من مشجعي مستقبل قابس في هذه المباراه، في هذا الدربي بين الفريقين، دربي اللي بدات الاستعدادات والتحضيرات ليه منذ الساعات الاولى من هذا اليوم. اذا خميس المعواني يعوض ميزه في تشكيله الملعب القابسي، هذا هو التغيير الوحيد الحاصل الى حد الان في المباراه، وياتي من جانب الملعب القابسي. نحكي على الشوط الثاني، بما انه في الشوط الاول خرج اكرم بن ساسي اضطراريا بسبب تعرضه لاصابه وعوضه عصام العودي. او امامكم الاطار الطبي بسبب مواصله اسعاف الحارس عبد القادر شويه، ان شاء الله لاباس يا حارس مستقبل قابس. ما زال الاطار الطبي يواصل عمليه اسعاف حارس المستقبل في هذه الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من المباراة. مرة أخرى نقول إن شاء الله لبس لحارس المستقبل عبد القادر شوية، يعمل الشوط أول ممتاز في هذه المباراة. ومرة أخرى خذوا فكرة على الجانب من مشجعي مستقبل قابس الموجودين على مدارج الملعب الأولمبي بقابس في هذه الأمسية الكروية، ديربي قابس بين الجرين أستيدا والجليزة، التعادل متواصل دون أهداف. إن شاء الله ما تشكلش خطورة الإصابة على حارس المستقبل قابس. هذا سامي هلال وبقية لاعبي الملعب القابسي في وسط الميدان. سامي هلال حارس الملعب القابسي. أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ما زال التعادل دون أهداف، وهذه إعادة للعملية الأخيرة. شوفوا سيف الدين الجزيري كيفاش هز الكرة باليسار وخروج عبد القادر شوية قدام إيزاك أبودو. التحام وإصابة لحارس مستقبل قابس، إن شاء الله لاباس. سمعتوا بين الشوطين الكوتش نبيل كمون مع نزيه الكرشاوي في تحليل فني للشوط الأول وقراءة قبل انطلاق الشوط الثاني من ديربي قابس. موزيس أوركوما لاعب الملعب القابسي صاحب الهدف الجميل ضد النجم الساحلي في اللقاء الماضي بين الفريقين والانتهاء بالتعادل 2-2، أربع أهداف كاملة. وهذا حمل القميص رقم 8 من جانب الملعب القابسي. إذا ننتظر عودة عبد القادر شوية للعب، كيف ما قاعدين تلاحظوا الإطار الطبي يواصل عملية إسعاف حارس مستقبل الرياضي بقابس. لاباس إن شاء الله على الصورة لاعب الملعب القابسي حامل قميص رقم 19 سيف الدين الجزيري. يقوم الحارس الاحتياطي صدق الدبشي للقيام بالحركات التسخينيه. حامل القميص رقم 8 من جانب الملعب القابسي، للاسف ماهوش موجود حتى على ورقه التحكيم هذا الرقم. عندنا زوز ورقات امامنا، ثم رقم 8 وحيد من جانب مستقبل قابس محمد جمعه خليج. تتواصل الاسعافات والتوقيت يمر، سبع دقائق
إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. توقيت الشوط الثاني 7 دقائق إلى حد الآن، وإسعاف عبد القادر شوية متواصل من جانب الإطار الطبي للفريق. مراد الهذي على الصورة سيف الدين الجزيري، أو مراد الهذي أمامكم حامل القميص رقم 19 على الصورة والإطار الطبي مع حكم المباراة محرز المالكي إلى جانب حارس المستقبل. التعادل المتواصل مشاهدينا على القناة الوطنية الثانية، أو يقوم لباس بعد ما تلقى الإسعافات إن شاء الله لباس لعبد القادر شوية. حارس مستقبل جابس الحكم محرز المالكي يطمئن على صحة حارس المرمى، يقول لباس بإمكاني مواصلة اللعب أمامكم بعد ما قام الإطار الطبي بالعمل نتاعو على أكمل وجه. يرجع بإصرار كبير حارس المستقبل، أو قاعد يفسر في الاصطدام كيف صار مع إيزاكا أبودو، يقولوا أنه بالركبة ربما قاعد اصطدام مع مهاجم الملعب الجيبسي. عبد القادر شوية يطلب من جماهير الجليزة مواصلة التشجيع. 8 دقائق مشاهدينا الكرام لعب في هذا الشوط الثاني، توقفت المباراة 3 دقائق لإسعاف عبد القادر شوية ليقوم لباس والحمد لله، وباش يتواصل اللعب بطبيعة الحال. هاي فكرة عن جانب من مشجعي مستقبل جيبس، الفريق اللي يستضيف في هذه المباراة في هذا الدربي. الحكم محرز المالكي لم يأذن بعد بعودة اللعب. في حوار مع عبد القادر شوية حارس مستقبل جابس، يقول أنه الاصطدام كان بعد اصطدام بركبة إيزاكا أبودو الغاني مهاجم الملعب الجيبسي. خليكم معنا بعد نهاية المباراة، العودة مع نزيه الكرشاوي ونبيل كمون والتحليل الفني الخاص بهذا الدربي. عبد القادر شوية يصاحب الحكم محرز المالكي أمامكم، نضيع عليكم حتى صورة. هاو محرز المالكي حكم المباراة مع حارس مرمى مستقبل جبس. عبد القادر شوية خارج الميدان، طبيب الفريق يطمئن أكثر على صحة حارس مرمى مستقبل جابس. أيضا محمد المدب مراقب المباراة، هو اللي طلب من حكم محرز المالكي منادات حارس مستقبل جابس الاطمئنان على صحته، وبطبيعة الحال تبقى الأولوية لصحة اللاعبين وسلامتهم على الميدان. 10 دقائق مرت على هذا الشوط الثاني، يغير القميص نتاعو عبد القادر شوية بعد الاصطدام الحاصل. محمد المدب مراقب المباراة يطلب من عبد القادر شوية تغيير القميص. أو أمامكم حارس الجليزة غير القميص عبد القادر شوية وباش يرجع لحماية شباك مستقبل جبس. ترجع الكرة لصالح مستقبل جبس، ونذكر مرة أخرى لمن التحق من الآن على القناة الوطنية الثانية بتواصل التعادل في هذا الدربي بين الفريقين مستقبل جبس والملعب الجبسي. قاعد نشوف اللاعب محمد جمع خليج ملقى على أرضية الميدان، فما شد عضلي. أو مراد الهذي قام بالمهمة، عوض الإطار الطبي، وجماهير مستقبل جبس تواصل التشجيع على مدارج الملعب الأولمبي بجابس في الدربي رقم 9 بين الجارين. لقاء كيف ما قلنا يبقى مفتوح على جميع الاحتمالات
يتقارب مستوى الفريقين، الملعب الجبسي ومستقبل جبس. الملعب الجبسي الموجود في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، والمستقبل في المركز 13 برصيد 3 نقاط. خميس المعواني يقول لي توفيق الصخري المنسق الاعلامي هو حامل القميص رقم 2، هاو تبدا تو وقع تغيير رقم القميص، اذا رقم 8 هو خميس المعواني اللي خذا مكانه في الشوط الثاني وعوض احمد ميدا. باش ترجع الكره بضربه مرمى ومخالفه لمستقبل جابس، ترجع من خميس المعواني، مراد الهذي راسيه من جانب مستقبل جابس، كره كانت راسيه من مراد زهو رقم 21 زكا بودو. ترجع الكره من محور الدفاع من عصام العودي، معوض اكرم السيسي اللي خرج بسبب الاصابه، وهذه مخالفه، الحكم محرز المالكي يصفر يامر بايقاف اللعب. يتوقف اللعب مرة أخرى، ثم لعب من الملعب الجبسي ملقى على أرضية الميدان، هي إعادة بالعرض البطيء. اصطدام مع موزيس أوركوما. موزيس أوركوما رقم 25 هو اللي تعرض الإصابة، إن شاء الله لاباس. إن شاء الله لاباس لموزيس أوركوما لاعب الملعب الجبسي. شاهدته بالعرض البطيء، إعادة لعملية الالتحام أو المخالفة. وهو إعادة من زاوية أخرى. 21 مروان السعيدي، ثم صعود للكرة من موزيس أوركوما مع مراد الهذي. باش ترجع الكرة بعد صفرة الحكم محرز الملكي بطبيعة الحال. التوقيت 14 دقيقة لعب إلى حد الآن. هذا عبد العزيز علي القشي الجزائري المدافع يلعب الكرة مع الأدي المسلمي. مسلمي ترجع لعبد العزيز علي القشي، يرفع كرة طويلة تعود من دفاع الملعب الجبسي. التحذير لمستقبل جبس، كرة خرجت قصيرة من فراس غومة الظهير الأيمن، والتماس تماس لصالح مستقبل جابس. فراس غومة يلعب التماس، ثم أوركوما يرجعها في مناسبة أولى، ثم تمشي من حامل القميص رقم 19 سيف الدين الجزيري. تعود الكرة عبد العزيز علي قشي، لكن تعود لصالح المستقبل. كرة ما زالت لمستقبل جابس، ربع ساعة لعب إلى حد الآن في الشوط الثاني، ما زال تعادل دون أهداف متواصل بين الفريقين بين الجارين. الإعداد لهذا الدربي، الاحتفالات لهذا الدربي بدأت منذ الساعات الأولى من هذا اليوم. عاشت شوارع وما أنهج جابس، مدينة جابس، أجواء رياضية كبيرة بين جماهير الفريقين ساعات قبل انطلاق الدربي. هذه نكهة الدربي. وليد الشتاوي مدرب الملعب الجبسي على الصورة. الكرة لصالح المستقبل جبس. 16 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل دون أهداف متواصل، والكرة تعود لصالح الملعب الجبسي. مخالفة يقول الحكم محرز الملكي. أيوب التليلي على الجهة اليمين الظهير الأيمن للفريق باش يتولى تنفيذ مخالفة، يلعب كرة طويلة تعود لصالح مستقبل جابس، ثم تغطية، ثم رفع رجل، لكن الحكم يعطي أسبقية لعب. ترجع من جديد عبد العزيز علي القشي، إيزاكا بودو يلعب مع خالد غرسلاوي. خالد غرسلاوي يعمل مراوغة غير محتماس. تماس لا، يقول الحكم المساعد الثاني أمين بركلة لصالح مستقبل جابس.
التماس لصالح مستقبل جابس باش يتنفذ عن طريق الظهير الايسر. تمشي من زياد الشاوش هذه المره مباشره لصالح الملعب الجبسي. متوازن اللقاء، مستوى متقارب جدا بين الجارين في هذا الدربي. الهجوم مره للملعب الجبسي ومره اخرى للمستقبل. هذه المرة الكرة الملعب الجبسي تتوزع، عبد العزيز علي القشتي بمناسبة أولى ثم إيزاكا بودو. ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجبسي. الكرة من جديد للملعب الجبسي لكنها تضيع. تضيع على لمجد عامر. ترجع للمستقبل. والتدخل من خميس المعواني. ثم في مرة ثانية كان التدخل من جانب المستقبل جبس. في هذه العملية فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب مستقبل جابس. إن شاء الله لاباس. يمشي له الحكم محرز المالكي. يمشي محرز المالكي لمعاينة اللاعب الملقى على أرضية الميدان. ترجع الكرة بتماس. تماس لصالح مستقبل جابس. الحكم يرفع الانذار في وجه زوج لاعبين. لاعب من مستقبل جابس ولاعب من الملعب الجبسي. رقم 30 مستقبل جابس. اللاعب سيف الدين الجربي وحامل القميص رقم 10. ثبتوا في رقم اللاعب من الملعب الجبسي لخذ الانذار هو مراد زهو. مراد زاهو وسيف الدين الجربي. انذار لكل لاعب. ارفعهم الحكم محرز الملكي حكم المباراة. يأمر بتنفيذ التماس. يتعب التماس لصالح مستقبل جابس. ترجع الكرة الرأسية في مناسبة أولى من جانب مراد زاهو. وهذه مخالفة تملح للملعب الجبسي وانذار عبد العزيز علي القشي. مدافع المستقبل الجزائري يرفع في وجهه الانذار. مخالفه اذن لصالح الملعب الجبسي. ومره اخرى قاعدين زملائنا يقوموا بمجهود كبير باش يطلبوا من بعض الجماهير اللي واقفه امامنا ان تلزم اماكنها حتى معنا نتمكنوا من مواكبة ووصف المباراة في ظروف مريحة على الأقل. باش ترجع الكرة بمخالفة لصالح الملعب الجبسي. ننتظر التنفيذ 20 دقيقة لعب. تتلعب الكرة في القائم الثاني وتخرج مباشرة ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح مستقبل جبس. أو علي الدين المسلمي أمامكم. وذا حامل القميص رقم 21 مرزه من جانب الملعب الجبسي. 20 دقيقة لعب. التعادل المشاهدين على الوطنية الثانية دون أهداف متواصل في دربي جابس بين الجارين الملعب الجبسي ومستقبل جابس. أوركوما موزيس أوركوما يتيح يربح مخالفة. خميس المعواني هو اللي على التنفيذ. هو أمامكم إعادة عملية المخالفة. تتلعب بالكرة سريعة على الجهة اليسار للدفاع لكن تخرج تماس لصالح مستقبل جابس. تقريبا 70 محب ومشجع من جانب الملعب الجبسي قاعدين يواصلوا بدورهم تشجيع الفريق إلى حد الآن. مقابل جماهير غفيرة من جانب مستقبل جابس الفريق المستضيف. تحضر على المدرج مدرج الملعب الأولمبي بجابس في هذا الدربي رقم 9 بين الجارين. مخالفة لصالح مستقبل جابس. سيف الدين أو علاء الدين المسلمي هو اللي مشيت له التنفيذ. دقيقة 22
من الشوط الثاني. تعرفوا لي الشوط الثاني توقف تقريبا 4 دقائق بعد إصابة الحارس عبد القادر شوية واصطدام مع إيزاكا أبو ذو. وأكيد الحكم باش ياخذ بعين الاعتبار هذا التوقيت اللي ضاع من زمننا الشوط الثاني من هذا الدربي. ترجع الكرة لصالح الملعب الجبسي. سامي هلال حارس المرمى يستعد لإعادة الكرة لصالح الملعب الجبسي. كرة طويلة في مناطق مستقبل جابس علاء الدين المسلمي رأسية تخرج الكرة لصالح المستقبل على الجهة اليسار. مراد زهو باش يتولى تنفيذ التماس. هاو أمامكم على اليمين فما أيوب التليلي وفي المحور باسم الحومة وعصام العودي بعد خروج أكرم الساسي قائد الفريق بسبب الإصابة. تغيير اضطراري وهذه مخالفة يقول محرز الملكي حكم المباراة لصالح مستقبل جبس. وإعادة كان الالتحام مع أيوب التليلي في مناسبة أولى. وأمامكم زهير عطية من مستقبل جابس رقم 10. ننتظر تنفيذ المخالفة من زياد الشاوش. وفكرة عن جانب من مشجعي وأحباء مستقبل جابس. التنفيذ تتنفذ المخالفة. مقوس الكرة وترجع من دفاع الملعب الجابسي عن طريق باسم الحومة في مناسبة أولى تعود لمستقبل جابس. به التحذير على الجهة اليسار لدفاع الملعب الجابسي. تتواصل الكرة من زهير عطية توزيعها خرجت الكرة تماس. تماس لصالح مستقبل جابس أو يخلي الكرة سيف الدين الجربي أمامكم. يتلعب التماس من فراس غومة وتخرج مرة أخرى لأبناء المدرب لطفي سليمي. فراس غومة مرة أخرى مراد الهذي يلعب الكرة قصيرة كانت الكرة بصالح الملعب الجبسي أو مستقبل جبس. هذا لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الملعب الجبسي حامل القميص رقم 32 لمجد عامر. إعادة لعملية المخالفة المطالبة بمخالفة لكن الحكم نحرز الملكي يقول ما فماش مخالفة. من حق الجماهير المساندة والتشجيع لكن دائما في إطار من الروح الرياضية واحترام الميدان واحترام المباراة. لا فائدة من إلقاء الشماريخ حتى تكمل المباراة في ظروف طيبة. مستقبل جابس عطية زهير عطية مستقبل جابس في هجوم جديد. زهير عطية أطلب في المراوغات والكرة تماس لمستقبل جابس بعد تدخل عصام العودي معوض أكرم بساسي. زهير عطية تباطأ في هذه العملية وهو فكرة مرة أخرى تاخذوها على الشماريخ الملقاة على أرضية القروص الميدان أما وراء مرمى الملعب الجبسي على المضمار تحديدا مضمار الملعب. قلنا من حق الجماهير المساندة التشجيع طوال المباراة لكن في كنف الروح الرياضية حتى لا تؤثر على سير اللقاء على سير الدربي. سامي هلال ياخذ الكرة بعد هذه التوزيعة والكرة المقوسة المستقبل جابس ويربح في نفس الوقت مخالفة في 26 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. وإعادة للكرة الأخيرة صعود سامي هلال وارتكاب المهاجم للمخالفة على حارس الملعب الجبسي. معواني يلعب كرة على الجهة اليسار وين فما زيادة الشاوش ومخالفة مرتكبة ضد الملعب الجبسي على زيادة الشاوش. وأمامكم يربح التماس أو لا يقول له الحكم المساعد الثاني يرفع راية يشير الحكم بوجود مخالفة لصالح مستقبل جبس. والتنفيذ
لعلاء الدين البوسليمي، تواصل إلقاء الشماريخ على مضمار الملعب وراء مرمى الحارس سامي هلال. هاو أمامكم الصورة واضحة، ومرة أخرى نقول إن شاء الله ما تتواصلش هذه التصرفات حتى لا تؤثر على سير المباراة وتصعب اللقاء على الحكم وحتى على اللاعبين. مردد هذه أمامكم صانع ألعاب المستقبل، 27 دقيقة لعب مشاهدين على الوطنية الثانية، التعادل متواصل دون أهداف. تم هذا الهجوم للملعب القفصي، التوزيع، فرصة هدف وهدف، هدف لصالح الملعب القفصي بإمضاء لمجد عامر. قلنا التوزيع، فرصة هدف وهدف، فرصة هدف لصالح الملعب القفصي، توزيع في القائم الثاني، لمجد عامر يسجل. شوفوا شوفوا الإعادة، سيف الدين الجزيري يبعد ويوزع في القائم الثاني، في القائم الثاني لمجد عامر بكل رشاقة يغالط عبد القادر شوية. هدف أول لصالح الملعب القفصي، هدف أول لصالح الملعب القفصي بإمضاء لمجد عامر. هاي إعادة من زاوية أخرى، التوقيت 66 دقيقة، التوقيت إلى حد الآن في هذا اللقاء 26 دقيقة لعب، 26 دقيقة لعب وانطلاقة جديدة في الدربي. هدف لمجد عامر بعد توزيعة من سيف الدين الجزيري، هدف جميل، فرحة كبيرة لأحباء الملعب القفصي وللاعبيه، هدف ممتاز. الملعب القفصي استغل فرصة القيام بهجوم معاكس على الجهة اليسار، سيف الدين الجزيري بكل دقة كون على طبق، فرصة هدف التعادل لصالح المستقبل الذيع، فرصة هدف التعادل ضاعت على مستقبل قابس، مستقبل قابس يرد بسرعة وبقوة وكاد يسجل هدف التعادل. هاو أمامكم سيف الدين الجربي، انطلاقة جديدة قلنا للمباراة، انطلاقة جديدة للدربي بين الملعب القفصي ومستقبل قابس. هدف أول لمجد عامر عن طريق لمجد عامر في الدقيقة 26 من هذا الشوط الثاني. لمجد عامر ترجع الكرة، خطير الهجوم معاكس للملعب القفصي اللي ولا يتوخف الهجومات المعاكسة كان عن طريق سيف الدين الجزيري. لمجد عامر أمضى على الهدف الأول في الدقيقة 26 لصالح الملعب القفصي، ومستقبل قابس كاد يعدل النتيجة. ذاك علاش قلنا انطلاقة جديدة للدربي، أكيد أكيد المستوى باش يرتفع، الحماس، التشويق، لأنه مستقبل يسعى إلى العودة بسرعة وتعديل النتيجة. هو وليد الشلتاوي أمامكم مدرب الملعب القفصي، 30 دقيقة لعب. هذا سامي هلال حارس الملعب القفصي على الصورة، وهذه إعادة، شوفوا الرأسية، شوفوا الفرصة المتاحة، ضاعت فرصة هدف التعادل وتألق سامي هلال. المريت أيضا لحارس الملعب القفصي لكنها كادت توحي بهدف التعادل. تابعوا هذه العملية لمستقبل قابس، تابعوا العملية تتواصل، وهي العطية يرفع الكرة خطيرة لصالح مستقبل قابس، خطيرة، فرصة للمستقبل التسديد وجانبية. مرة أخرى مستقبل قابس يضيع فرصة تعديل النتيجة، هذه المرة الكرة ضاعت على حمل القميص رقم 18 خليل مولاي أحمد الموريتاني. هاي إعادة، إعادة للفرصة الأخيرة لمستقبل قابس، زوز فرص لتعديل النتيجة من جانب المستقبل. الملعب القفصي خذ الأسبقية منذ الدقيقة 26 في هذا الشوط الثاني. نلعب إلى حد الآن في الدقيقة 30 من الشوط الثاني من المباراة، الأسبقية مشاهدين على الوطنية الثانية لمن التحق بنا الآن على القناة الوطنية الثانية. أسبقية هدف مقابل شيء للملعب القفصي بإمضاء لمجد عامر في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.
مع التفكير بتوفر زوز فرص لتعديل النتيجة لصالح المستقبل. ضاعوا فرصتي، تسرع وحب العودة بسرعة في النتيجة خلاهم يضيعوا زوز فرص سالحة للتهديف. الملعب القفصي متقدم إلى حد الآن، هدف ممتاز بعد أسيست خارق العادة من سيف الدين الجزيري. لمجد عامر لم يفوت الفرصة وأمضى على الهدف الأول لصالح الملعب القفصي. باش ترجع الكرة من سامي هلال، يزكى أبو دو باش يخرج ويخلي مكانه لحامل القميص ثبته في الرقم 27 من جانب الملعب القفصي جيلاني عبد السلام. مهاجم بمهاجم، وليد الشتاوي يواصل الهجوم في المباراة، يواصل لعب ورقة الهجوم في هذا الدربي. نعرف جيلاني عبد السلام معروف بالسرعة، إذا تفكير وليد الشتاوي واضح وأنه يشد أكثر من مدافع من جانب المستقبل ويلعب على هجومات المعاكسة بالاعتماد على سرعة جيلاني عبد السلام. وهذا تنزيل تأكدوا منه في التحليل الفني مع نبيل كمون ونزيه الكرشاوي بعد نهاية المباراة. ترجع الكرة لصالح الملعب القفصي بالتماس التنفيذ، كرة طويلة من مراد زهو وتخرج هذه مرة لصالح المستقبل بعد راية من أيمن إسماعيل. تماس لصالح مستقبل قبس، جماهير على أحر من الجمر في انتظار هدف التعادل من جانب مستقبل قبس، وفي الجهة المقابلة مشجعين ملعب القفصي ينتظروا في إضافة هدف ثاني. لمن ستكون الكلمة؟ هل يختم التعادل المباراة؟ هل يربح الملعب القفصي لقاء؟ هل ينتهي اللقاء بالتعادل؟ كل شيء يبقى مفتوح في هذا اللقاء المتكافئ بين الجارين. مستقبل قفص الهجوم، تقطع الكرة من خالد غرسلاوي، باهية برشا المراوغة. أكثر اندفاع عن ملعب القفصي، أكثر اندفاع في الميدان، أكثر حرص على الافتكاك وكسب الكرة. مخالفة واضحة، المخالفة فما دفع من الخلف، فما دفع من الخلف، مخالفة لصالح الملعب القفصي، يصفرها الحكم محرز الملكي. فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الملعب القفصي حامل القميص رقم 19. من جانب الملعب القفصي إعادة للعملية، شوفوا الدفع كيفاش كان من الخلف على لاعب الملعب القفصي سيف الدين الجزيري. 35 دقيقة لعب، سامي هلال أمامكم حارس مرمى الملعب القفصي. 35 دقيقة لعب، الأسبقية للملعب القفصي، هدف مقابل شيء بإمضاء لمجد عامر في الدقيقة 26 من هذا الشوط الثاني. متوقف اللعب، فما لاعب على أرضية الميدان من جانب الملعب القفصي. الحكم موجود في كوكبة اللاعبين، محرز المالكي قاعدين تشوفوا، هذا موزيس أوركوما إلى جانب المدرب وليد الشتاوي. أوركوما متوسط ميدان الملعب القفصي، يخرج اللاعب لاستكمال الإسعافات على حافة الميدان بطبيعة الحال وباش يستأنف اللقاء. الأسبقية نذكر، هدف مقابل شيء لصالح الملعب القفصي بإمضاء لمجد عامر. النقاشات متواصلة بين اللاعبين إلى حد الآن في هذه المباراة، في هذا الدربي التاسع بين الجارين. على الصورة لعب مستقبل قابس حامل القميص رقم 12 وورقة حمراء، حامل القميص رقم 12 عبد العزيز علي قشي عنده انذار، عنده انذار في رصيده، انذار ثاني، ورقة حمراء. زاد صعب المأمورية على فريقه، زاد صعب المأمورية على فريق مستقبل قابس، متأخر بهدف، يعرف عنده انذار، خذاء انذار ثاني، ورقة حمراء. نقص عددي في هذا التوقيت، 36 دقيقة لعب، نقص عددي في صفوف مستقبل قابس، وأسبقية الملعب القفصي واحد بلاش. زاد صعب الأمور على فريق المستقبل قابس، تتلعب المخالفة
وترجع من جديد يا ابناء المدرب وليد الشتاوي. هاو جيلاني عبد السلام معروف بسرعته في الهجومات المعاكسه، تقطع الكره مراد الهذلي، ممتاز الهذلي، ممتاز مراد الهذلي، قص الكره عمل واحد اثنين، عمل واحد اثنين وربح مخالفه، ربح مخالفه مراد الهذلي، مخالفه لصالح مستقبل قابس. كل شيء منتظر في المباراه، هدف ثاني الملعب القابسي منتظر، هدف التعادل للمستقبل منتظر، يعني كل شيء، كل شيء يبقى جائز في هذا الدربي. مستقبل قابس يربح المخالفة، ننتظر التنفيذ، تنفيذ المخالفة لصالح مستقبل قابس. التوقيت إلى حد الآن 37 دقيقة لعب، تتلعب المخالفة مقوسة في مناطق الملعب القابسي، رأسية من موزيس. والمسافة أيضا، وتخرج الكرة هذه المرة تمس لأبناء لطفي السليمي، ننتظر تنفيذ التماس لصالح مستقبل قابس. يتلعب التماس، تتواصل العملية، يتيح موزيس أوركوما، مخالفة لصالح الملعب القابسي. هاو أمامكم أوركوما، 40 دقيقة لعب، 5 دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي. على الصورة دائما موزيس أوركوما لاعب الملعب القابسي، واحد بلاش مشاهدينا على الوطنية الثانية، الأسبقية متواصلة لصالح الملعب القابسي. نقص عددي في صفوف المستقبل بعد إقصاء الجزائري، الجزائري عبد العزيز علي القشي، جمع زوز إنذارات، صعب الأمور على فريقه مستقبل قابس اللي كان قاب قوسين أو أدنى من تعديل النتيجة في 3 مناسبات. نقص عددي لأبناء المدرب لطفي السليمي. مستقبل قابس يحاول استغلال هذه الوضعية، محاولة للمباغتة من بعيد عن طريق أيوب التليلي. ترجع من علاء الدين المسلمي طويلة، تمشي الكرة على الجهة اليسار لدفاع مستقبل قابس، التغطية على الدين البسليمي، علاء الدين المسلمي يعمل تغطية على الكرة وتخرج تماس لصالح مستقبل قابس. عتب فني إذا، غاب الكهرباء بعض الثواني وعاد بسرعة للملعب الأولمبي بقابس. الأسبقية هدف مقابل شيء لصالح الملعب القابسي بإمضاء لمجد عامر في الدقيقة 26. توقفت بعض الجماهير، ما نقولوش جماهير الكل، بعض الجماهير عن رمي الشماريخ على مضمار الملعب. اللقاء قاعد يدور في ظروف طيبة إلى حد الآن بين الجارين الملعب القابسي ومستقبل قابس. عاد الهدوء للجماهير وعاد الهدوء للميدان، لكن النتيجة ما زالت أسبقية إلى حد الآن للملعب القابسي، ما تمكنش من العودة للمستقبل في النتيجة، وزادت صعوبة الوضعية خاصة بعد خروج المدافع عبد العزيز علي القشي. تسديد، محاولة للمباغتة فوق مرمى الحارس عبد القادر شوية، محاولة للمباغتة من بعيد. 42 دقيقة لعب، مش أكثر إلى حد الآن في المباراة، 3 دقائق ما زالت تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي اللقاء. دون اعتبار الوقت بدل الضائع يبقى مشمول حكم اللقاء محرز المالكي.
رجعت الكرة لصالح مستقبل جابس مراوغة يتيح اللعب ثم تقطع وتعود من جديد لصالح الملعب الجابسي. هجوم معاكس وسريع، محاولة لاستغلال النقص العادي لخطيرة، فرصة هدف آخر للملعب الجابسي، فرصة تسجيل هدف ثالث متواصلة عبد الجلال عبد السلام التسديد. ممتاز لمجد عامر وذكي برشا، ذكي برشا ذكي برشا لمجد عامر. شوفوا كيفاش بداخل الرجل بالانتريور غالط الحارس عبد القادر شوية، واقعية كبيرة من جانب الملعب الجابسي. لمجد عامر في الدقيقة 44 يسجل الهدف الثالث لصالح الملعب الجابسي، أو الهدف الثاني لصالح الملعب الجابسي، 2-2 أسبقية للملعب الجابسي قدام المستقبل الرياضي بجابس. لمجد عامر ثنائية هدف فيه كثير من الواقعية. شوفوا كيفاش بولود الدم يحط الكرة ترويض بداخل الرجل بالانتريور فيه. شوفوا كيفاش جلالي عبد السلام حذر، ولا لمجد عامر بالانتريور بداخل الرجل اليمنى غالط الحارس عبد القادر شوية. ثنائية لمجد عامر 2-0 في هذا الدربي التاسع بين ستيدا وجليزة، ثنائية لمجد عامر هدف ممتاز ثاني، سبقوا هدف جميل أيضا لنفس اللاعب لمجد عامر في هذا الشوط الثاني دقيقة 26. 2-0 للملعب الجابسي. ستيدا متقدمة إلى حد الآن على جليزة 2-0 هنا في الملعب الأولمبي بجابس. الدربي رقم 9 بين الفريقين، مخالفة يربحها خالد غرسلوي من جانب الملعب الجابسي بعد تدخل جيلاني عبد السلام. أو أمامكم خالد غرسلوي. التوقيت إلى حد الآن 44 دقيقة لعب في الوقت الأصلي من المباراة والشوط الثاني. 2-0 للملعب الجيبسي، ثنائية لمجد عامر الدقيقتين 26 و40 من الشوط الثاني. توزيع لكن الكرة تعود لصالح مستقبل جيبس بعد راية من الحكم المساعد الثاني أمين بارك الله. خمسة واربعين دقيقة لعب، نهاية الوقت الأصلي للمباراة. ننتظر ما قد يضيف الحكم محرز الملكي في هذا اللقاء، في هذا الدربي الحماسي والمثير. دقيقتين أو أمامكم أو 11 دقيقة لعب باعتبار توقف اللعب يعني إصابة الحارس عبد القادر شوية. 11 دقيقة لعب بالتمام والكمال أضاف الحكم محرز الملكي لهذه المباراة. 11 دقيقة كاملة، ماذا تخفي 11 دقيقة لأضافها الحكم محرز الملكي لهذا الدربي؟ 2-0 أسبقية للملعب الجيبسي. لمن التحق من الآن على القناة الوطنية الثانية نذكروا أن الملعب الجيبسي متقدم في مداشة لإعادة لعملية المخالفة. قلنا ثنائية لمجد عامر 26 دقيقة و40 من هذا الشوط الثاني، الحكم محرز الملكي أضاف 11 دقيقة لعب. نذكروكم أنه أضاف باعتباره أنه حارس مستقبل جيبس تعرض الإصابة وبقى وقت طويل ملقى على أرضية الميدان كما تسمح له القوانين بذلك، يتلقى في الإسعافات. مع التذكير أيضا بإقصاء الجزائري المدافع علي عبد العزيز علي القشي مدافع مستقبل جابس بعد مجمع زوز إنذارات، نقص عددي في صفوف مستقبل جابس. وأسبقية 2-0 لصالح الملعب الجابسي. مخالفة 11 دقيقة لعب كاملة، بقت منها 10 دقائق، درجين لنهاية الوقت البدل للضائع اللي أضافه محرز الملكي حكم المباراة من رابطة تونس لهذا الدربي التاسع بين الجارين الملعب الجيبسي مضيف ومستقبل جيبس. ننتظر تنفيذ المخالفة وهذه الكرة الثابتة. كل لاعبي الملعب الجيبسي في الخط الخلفي في الدفاع في التغطية مش تجيب الكرة. مقاوسة في دين سامي هلال، ما كانتش قوية ما كانتش صعيبة، كانت في دين الحارس وين واقف حارس الملعب الجيبسي. هاو أمامكم سامي هلال، سامي هلال ياخذ الكرة ويرجعها بسرعة عالية في اتجاه جيلاني عبد السلام. حكينا عليه جيلاني عبد السلام، قلنا ورقة وليد الشتاوي باش يشد أكثر المدافعين باش يقوم بهجومات معاكسة
ترجع الكره لصالح مستقبل قابس على الدين المسلمي، على الدين المسلمي. شجاعه كبيره من الحارس عبد القادر شويه رغم تعرضه الاصابه اصر على مواصله اللعب. ترجع الكره راسيه من عصام العودي، معوض اكرم بن ساسي اللي تعرض الاصابه في الشوط الاول من المباراه. تذكير مره اخرى بنقص عددي في صفوف المستقبل بعد اقصاء عبد العزيز علي القشي، وهذه مخالفه يقول محرز الملكي لصالح الملعب القابسي. يتواصل التشويق، يتواصل الحماس في هذا الدربي، يتواصل النسق العالي للمباراه وتتواصل الروح الرياضيه. وكنشوفوا الى جانب الحارس فما لاعب مستقبل القابس قاعد يسعى في لعب من الملعب القابسي. بالفعل هاو امامنا الصوره، شد عضلي كان لاعب مستقبل في مساعدته. برافو، هكا نحبوا المباريات تاعنا، هكا نحبوا كورتنا، هكا نحبوا جماهيرنا. ولأن في بعض الأوقات تحمست شوية لكن عاد الهدوء إلى المدارج، عاد اللقاء إلى إثاره، عادت الروح الرياضية إلى الميدان. وهذا هو اللي يلزم بين الجارين، بين الأشقاء، الملعب القابسي ومستقبل قابس، اللي في النهاية تبقى مباراة في كرة القدم تزول نهايتها بعد نهاية اللقاء وتدخل التاريخ. طبعا كرة طويلة رأسية أولى ما أخذهاش كيف ما يلزم، رجعت عن طريق أيوب التليلي. أيوب التليلي حاول يعمل مراوغة، تفلسف أكثر من اللي يلزم، رجعت لصالح مستقبل قابس. سريع اللعب لكن بدور أضاع الكرة. زيادة اللشاوش، ممتاز هذا اللاعب، قدم مباراة كبيرة من جانب مستقبل قابس. يحذر هذلي، ترجع الكرة، ما زالت تصنع مستقبل مراد هذلي في مناطق الملعب القابسي، خسيرها وترجع الكرة، ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب القابسي. فما لاعب ملقى على أرضية الميدان من جانب الملعب القابسي قد يكون شد عضلي، وأكيد باش يخرج الكرة للتماس لتمكين زميله من الإسعاف. لكن يتواصل اللعب، تتواصل العملية لصالح الملعب القابسي. التحذير وكرة في التماس، كرة في التماس لصالح مستقبل قابس. يتعب التماس ويخلي الكرة، يخلي الكرة لزميل مراد الزاهو، تلعب الكرة على الدين المسلمي باليسار، يرفع كرة طويلة وعالية، كرة طويلة وعالية ما تتعداش، ترجع لصالح الملعب القابسي. شوفوا تأثير النقص العددي من جانب مستقبل قابس. جيلاني عبد السلام يحط كرة، يحط كرة على الساق اليمين، يحاول عكس الهجوم. عبد السلام جيلاني يربح مخالفة، جيلاني عبد السلام يربح مخالفة لصالح الملعب القابسي. الملعب القابسي المتقدم إلى حد الآن 2-2، ثنائية لنمجد عامر، الدقيقتين 26 و24 من الشوط الثاني. شوفوا جيلاني عبد السلام كيفاش دار بالكرة أكثر من مرة ثم عرقل وربح مخالفة. 50 دقيقة، يعني مرت 5 دقائق كوقت بدل ضائع، مازالت 6. الحكم محرز الملكي أضاف 11 دقيقة مرت منها 5 وما زالت 6 دقائق. نذكر ونؤكد على أنه 11 دقيقة كانت بسبب بقاء الحارس عبد القادر شوية وقت طويل على أرضية الميدان في تلقي الإسعافات بعد الصدام مع إيزاكا أبو ضو. تقدير الحكم محرز الملكي كان بإضافة 11 دقيقة لعب لهذا الدربي، هل ستأتي 6 دقائق المتبقية بالجديد؟ هل يتمكن مستقبل قابس من تبديل الفارق؟ أم يوفق الملعب القابسي في إضافة هدف آخر؟ أم ينجح مستقبل قابس وفي كل كرة كل شيء ممكن في تعديل النتيجة؟ كل شيء ممكن في مباريات كرة القدم ما دام الوقت موجود. فرصة كانت وكرة مرت جانبية للقائم الأيسر لمرمى الحارس عبد القادر شوية بعد تسديدة من خالد غرسلاوي. هاي إعادة من زاوية أخرى، ترجع الكرة لصالح مستقبل قابس ومخالفة، مخالفة مرتكبة ضد الملعب القابسي. تتلعب بسرعة مراد هذي، تتواصل العملية قريبة من مناطق الحارس سامي هلال. توزيع ترويض حلو، ما يقول الحكم مش يقول، فما مطالبة بضربة جزاء، الحكم محرز الملكي يقول ما فما شيء ويصفر تمس لمستقبل قابس بعد تدخل من باسم الحومه. وامامكم اعاده مراد الهذي، كوره كانت بينه وبين باسم الحومه، مطالبه بضربه جزاء من لمجد عامر. محرز الملكي يقول ما فما شيء،
في النهاية الكرة في دين سامي هلال حارس مرمى الملعب القفزي. هاو أمامكم سامي هلال يلعب كرة طويلة لصالح الملعب القفزي، تغطية التغطية بتعود لصالح مستقبل قابس. كرة طويلة، هجوم مطالبة بلمس الكرة باليد، بالفعل لمست الكرة في يد اللاعب مهاجم مستقبل قابس عطية زهير عطية، لمست الكرة في يده، مخالفة لصالح الملعب القفزي. اثنين بلاش، ثنائية لعامر لمجد عامر، وهذا أمامكم خالد غرسلاوي. خالد غرسلاوي يلعب كرة جيلاني عبد السلام، يسدد جانبية، كانت محاولة للمباغتة من جيلاني عبد السلام جانبية لمرمى الحارس عبد القادر، شوية يرجعها حارس مرمى مستقبل قابس. طويلة اثنين بلاش إلى حد الآن لصالح الملعب القابسي. مراد الهذي، مراد الهذي واصل هجوم، شوفوا مجهود كبير ومردود كبير للهذي في هذه المباراة. ما ننساوش أيضا زيادة للشاوش، تتقص الكرة عن طريق موزيس أوركوما، لكن طريقة يعني افتكاك الكرة كانت في خطأ. هاي إعادة حسب تقدير محرز المالكي، طبعا موزيس أوركوما أخطأ حسب تقدير محرز المالكي، مخالفة، مخالفة لصالح المستقبل، مخالفة لصالح المستقبل. فين بلاش للملعب القفزي، ثنائية للمجد عامر. تسعة دقائق مرت من 11، تسعة من 11 دقيقة لعب أضاف محرز المالكي، تعديت دقيقتين فقط. جيلاني عبد السلام يحاول يعني يستنجد بسرعته، لكن فما تغطية كانت في الوقت المناسب من مراد زهو حامل اللاعب رقم 21 من جانب مستقبل قابس مروان السعيدي، في الوقت المناسب تايمينغ صحيح، يتعب التماس لصالح الملعب القفزي. تتواصل العملية، تعبوا هذه العملية لصالح الملعب القفزي عن طريق سيف الدين الجزيري، هو اللي كان وراه هدف من زوز، هدف الأول لمجد عامر بعد توزيعة من سيف الدين الجزيري. لمجد عامر يسجل ثنائية إلى حد الآن في هذه المباراة. اثنين بلاش، تقدم الملعب القفزي على مستقبل قبس في هذا الدربي بين الفريقين هنا في الملعب الأولمبي في قابس. لمجد عامر سحب الثنائية، مستقبل قابس منقوص بلاعب، من لاعب بعد إقصاء عبد العزيز علي القش الجزائري مدافع مستقبل، وجمعوا لزوز انذارات، نقص عددي صعب مهمة المستقبل في هذا الحوار مع الجار. الملعب القفزي اللي كان في أفضل حالاته اليوم، الملعب القفزي رغم وجود جماهير المستقبل آمن بقدرات لاعبيه، لعب بموضوعية كاملة، وأعلن الحكم محرز الملكي نهاية المباراة بانتصار الملعب القفزي على مستقبل قابس 2 مقابل شيء. ثنائية للمجد عامر دقيقتين 26 و40. أجمل تحيات كامل فريق التلفزيون الأمن لكم، هذا النقل المباشر شكيب دخويدي في التعليق، الإخراج سمير محفوظي، إلى اللقاء.